السؤال، ليه مش كل محترف بيجي الدوري المصري سواء للأهلي أو لفريق تاني بيبقى زي علي معلول؟ لما نروح نبص على قائمة أجانب الزمالك هنلاقي إن حمزة المسلوسي وسيف الدين الجزيري هم بس الأجانب اللي كملوا مع الفريق من اللي فازوا بالدوري موسم 2021-2022. انضم لهم الموسم ده زكريا الوردي اللي فسخ عقده بعد 3 ماتشات، إبراهيم انضاي اللي قضى أغلب الموسم مصاب، وسامسون وده مش محتاج تعليق. الأسماء دي ضمها الزمالك بعد إيقاف فترتين قيد، يعني المفترض بعد شوقة، والمفترض برضو إن كان في فترة كافية لدراسة احتياجات الفريق والأسماء المرشحة قبل الاستقرار على التلاتة دول. طيب النتيجة كانت إن الزمالك سجل 52 جول في الدوري، 12 منهم بس كانوا من أجانب الفريق، يعني نسبة استفادة الزمالك من اللعيبة الأجانب بتوعه تهديفيا كانت 23% بس. دي نفس نسبة فريق زي إنبي مثلا، سجل 34 جول في الدوري، 8 منهم كانوا من لعيب أجنبي، واحد هو رفيق كابو. فبعيدا عن أمور زي إن مسابقة الدوري بتاعتنا ما بقتش مغرية فنيا وجماهيريا للعيبة من الصفوة في أفريقيا، وطبعا بسبب مواعيد بداية ونهاية الدوري اللي بتقلقهم من ضياع فرص للاحتراف، فأغلب أندية الدوري المصري عندنا ما عندهاش العين المميزة اللي تخليها تروح تجيب لعيبة أجانب مميزين، رغم إن القواعد دلوقتي بتسمح بضم عدد أجانب أكتر وكمان 3 تحت السن.